أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. المستمع راشد بن سيف السيف من الأحساء يقول في سؤاله الأول: ما حكم لبس ثوب النوم أو القبعة في المسجد، وبماذا توجهون من يكثرون من فعل ذلك في المساجد؟ المطلوب التجمل، الخروج إلى المساجد صلاة الجماعة، أن الإنسان يتجمل بالثياب الجميلة، لأن هذا اجتماع شريف واجتماع عظيم لأداء عبادة عظيمة، يتجمل الإنسان لذلك ولا يخرج بثياب رشة أو بثياب غير مناسبة، وهو يقدر على ثياب أحسن منها. هذا هو الأفضل. ولكن المطلوب في الصلاة ستر العورة، هذا شيء لا بد منه، وما زاد عليه من التجمل فهو مستحب. قال تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي عند كل صلاة، والمراد بالزينة هنا ستر العورة، وما زاد عنها من التجمل ثياب الجميلة فهو مستحب. وأما لبس القبعة فإنه تشبههم بأنها من لباس الكفار، لا يجوز للمسلم أن يلبسها لما في ذلك من التشبه بهم، قوله صلى الله عليه وسلم: أن تشبه بقوم فهو منهم. فالمسلم يلبس ما يلبسه أهل البلد من المسلمين، ولا يخرج على عادة البلد المباحة في اللباس. نعم. شرط حفظكم الله إلى أن ما سوى ستر العورة مستحب، يعني من كان يترخص في لباس المسجد قميص ونحو ذلك غير آثم، إذا كان يستر عورته أو غير آثم، لكنه تارك لمستحب، تارك لما هو الأولى. الحمد لله.